جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي مثلا إذا مررت بمزرعة خضروات ومع مروري قطفت واحدة مثلا لأكلها، هل يعتبر هذا سرقة ولا حرج فيه؟ إذا كانت هذه المزروعات عندها حارس أو عليها حائط فلا تتناول منها شيئا إلا بإذن صاحبها. أما إذا كانت هذه المزروعات ليس عندها حارس وليست محاطة بحائط تحتاج إلى دخول واقتحام، فلا مانع أن تأخذ ما تأكله بفيك ولا تحمل منها شيئا، وإنما تأكل بفيك منها قدر ما يدفع عنك التوقان إليها. نعم.